مرحبا مواليد برج السرطان، معكم كارمن شماس. اليوم بدي احكي عن الاسبوع من الاثنين 20 نيسان للاحد 26 نيسان ابريل. شو في عنا بهذا الاسبوع؟ طبعا يلي متابعني بيعرف انه الشمس وصلت او انتقلت من برج الحمل لبرج الثور مساء الاحد 19 نيسان ابريل. هيدي مسألة كتير حلوة لمواليد برج السرطان، لأنها بتخفف الضغوط من هالمربع من الشمس الموجود كانت موجودة في برج الحمل. إذا دخلت مواليد برج السرطان في مرحلة أريح نسبيا، أنجح نسبيا، أقل تعبا نسبيا من هالثلاثين يوم يلي بدأوا تقريبا بعشرين أدار مارس. شو في عنا بهذا الأسبوع؟ طبعا لأنه القمر هو الكوكب الحاكم لبرج السرطان، معناتها بيتأثر أو هو مولود برج السرطان الأبراج الأولى يلي تتأثر بطور القمر. وفي عنا قمر جديد في برج الثور بتاريخ 23 نيسان أبريل يوم الخميس، تحديدا 2:30 الصبح توقيت العالمي. هذا أمر إيجابي لمواليد برج السرطان، لأنه القمر والشمس اثنيناتهم موجودين ببرج الثور، مش بس الشمس. صار في عنا نوع من تقل فلكي إيجابي بيحرك الأمور بطريقة إيجابية لدى مواليد برج السرطان. دائما انا بعطيكم الاحوال الفلكيه مثل بشبهها للاحوال الجويه، نقوا الوقت الافضل لكم خلال الاسبوع للعمل الانسب. كله على بعضه بعتبره اسبوع جيد. اذا بدكم نصيحتي قبل ما بلش بالايام، خلصوا اشغالكم بين الاثنين والسبت صباحا باكرا، لانه عطلة الاسبوع رح بتكون عطلة لازم تخصصوها للاستراحة، يعني 25-26 نيسان ابريل للاستراحة ومشي لترتاحوا كليا. هلأ بنحكي عنهم. فلنبدأ بالتنين، التلاتة والاربعة. تنين تلاتة والاربعة 20-21-22 نيسان ابريل القمر موجود ببرج الحمل. صحيح بعدنا مودعين الشمس من برج الحمل، بلاقينا القمر في برج الحمل 2-3 والأربعة، لكن منا مشكلة لأنه الشمس عم بتدعمنا من برج الثور. إذا حضروا حالكم، واضح أنه بأول 3 أيام بهذا الأسبوع هنالك نوع من عمل عم تركضوا فيه، عم تسعوا فيه، وبتقدروا تنجحوا فيه. لما القمر دايماً لازم تاخذوها قاعدة، لما القمر بيكون ببرج الحمل هيدا معناتها أنتم تحت الأضواء يا مواليد برج السرطان، ولما بتكونوا تحت الأضواء معناتها في شيء مهم بانتظاركم، فحضروا شغلكم منيح لحتى تاخذوا الشهادة، مثل اللي رايح على امتحان وبيطلع بشهادة. إذا حاولوا أنه تاخذوا الأمور بطريقة بروفيشنال، اشتغلوا مثل ما لازم تشتغلوا وحبة مسك، ومفروض انه بعتقد رح بتلاقوا مساعدة من شخص او من جهة معينة. التنين تلاتة والاربعة. الخميس والجمعة القمر موجود ببرج الثور وبيلتقي الشمس ببرج الثور يوم الخميس فجرا. يومين دسيمين جدا لألكن، يومين حلوين. مرة بالسنة بيكون في عنا قمر جديد في برج الثور، هيدي كأنه بالنسبة لألكن نوع من صار في لوبينج قوي، وكأنه صار في قرار جماعي، أو صار في نوع من تحرك أنتو من قبلكن لصوب جهة معينة. لما القمر بيكون نيو مون هيدي معناتها شيء عم ينطبخ، بلشت صفحة جديدة عندكم، وعلى الأرجح العلاقة بجهة كبيرة، العلاقة بعلاقات اجتماعية كبيرة، أو فيها تكون مهنية جديدة. حضروا حالكم للدخول في سيركل، في دائرة مختلفة ومهمة. ليش عم بركز على الموضوع؟ لأنه قمر جديد مرة بالسنة بيصير. السبت والأحد، السبت 25 نيسان ابريل بتمام الساعة 7:30
صباحا توقيت العالمي، توقيت بيروت يعني 10:30 صباحا توقيت بيروت، بيوصل القمر لبرج الجوزاء يوم السبت. بتدخلوا عندئذ بفترة ركود وجمود كل يوم السبت إذا وكل يوم الأحد. هيدي هي الفترة يلي لازم ترتاحوا فيها. اشتغلتوا 2 3 4 5، هلا حان الوقت لتستريحوا، وفعلا هي اسمها عطلة اسبوع. ارتاحوا، انبسطوا، ما تعذبوا حالكم، ما تحطوا حالكم بظروف صعبة. الجو باهت، الجو فارغ من الحظوظ. ارتاحوا وبعدوا على المشاكل كليا. اضحكوا، خذوا الامور بخفة وبهضامة وما تعقدوها. فترة قد تحمل تأخيرا او قد تحمل خيبة امل او يمكن نوع من شعور بالاحباط، فمن المستحسن انه تقعدوا تتسلوا ما تعملوا شيء. هيدي هي اذا الاجواء لهذا الاسبوع. هنالك مواليد محظوظة، بعتبر الاكثر حظا منا هي مواليد 19 ل 21 تموز يوليو. اتمنى لكم اسبوع كتير حلو على امل اللقاء مع الابراج الشهرية اليومية والسنوية وغيرها. ودعكم، باي باي.